أهلا بكم أعزائي المشاهدين. موضوعنا النهاردة تعديل اللمبات الليد التجارية الرخيصة عشان تشتغل معانا زي اللمبات الغالية الأصلية. اللمبة دي 15 جنيه في حدود 1 دولار لإخواتنا في الدول العربية. الأصلية بتبقى في حدود 50 جنيه أو 45 جنيه وفوق، يعني 3 دولار 4 دولار كده يعني. طب إزاي نعدل على دي نخليها تشتغل معانا زي الأصلية؟ تمام، لازم قبل ما نعدل لازم نفهم الفرق ما بين اللمض التجارية العادية الرخيصة واللمض الغالية. هنشوف من جوه، ده شكل الليدات وشكل البوردة. فيه هنا 4 ديودات، دي 4 ديودات. فيه هنا مقاومة للتيار اللي داخل أو الفولت اللي داخل على الليدات، فيه مقاومة هنا، وفيه مقاومة تاني لتفريغ المكثف، وفي مقاومة لتفريغ المكثف السيراميك اللي هنشوفه أكيد. أدي مكثف سيراميك. الدايرة دي يا جماعة دايرة باور بدون محول. ممكن ترجعوا للفيديو اللي هيظهر لكم دلوقتي، الرابط بتاعه فوق. دايرة باور بدون محول، هي دي الدايرة اللي بنقول عليها وشرحناها قبل كده. الدايرة دي بتكون التيار بتاعها مش مظبوط، و التيار بيعلى ويوطى، فيه الموجة بتاعته بتبقى 50 هرتز، فبتكون صعب ان المكثف يظبط الموجة، وبالتالي طبعا الليدات بتكون معرضة لريبل او نويز في التيار، وده طبعا بيخلي عمرها قصير وما بتشتغلش كتير مدة طويلة. طيب دلوقتي التعديل اللي هنعمله، اول حاجة احنا قلنا ان الدايرة دي دايرة بدائية جدا، ودايرة يعني ما بتحافظش على الليدات. اللمض الأصلية بتكون الدايرة بتاعتها طبعا بتشتغل على هيرتز عالي، وبالتالي أي مكثف صغير هينعم الموجة، فبيكون التيار ثابت وأدق، ويعني بيبقى بيحافظ على الليد أكتر. طيب إزاي بقى نغير الدايرة دي بدايرة تاني عشان تشتغل زي الأصلية؟ احنا مش هنغير الدايرة دي، احنا كل اللي هنعمله هنضيف مكثف عشان يزود التنعيم بتاع الدايرة. تاني حاجة، المكثفات اللي بتبقى موجودة في الأنواع الرخيصة بتكون مكثفات ضعيفة، بتشتغل بالكتير 6 شهور وبتضعف، وبتدي قيمتها تنزل، وبالتالي الريبل بيزيد أو الموجة بتزيد بتاعت الفولت، فبتتحرق الليدات. فاحنا هنزود مكثف، دي أول حاجة هنعملها. تاني حاجة هنزود مقاومة عشان الليدات بدل ما هي شغالة بقدرة 100% هنشغلها بقدرة 95%، وبالتالي مش هيأثر على الإضاءة ولكن هيأثر على شغل الليدات ويخلي عمرها أطول وتطول معانا في الشغل إن شاء الله. الليدات زي ما انتوا شايفين كده تدخل هنا، دي اللي واخدة الموجب من موجب المكثف، معدي التيار على هنا وتدخل على موجب أول ليد، ويبتدي التيار يمشي في باقي الليدات. يبقى احنا هنزود مقاومه وهنزود مكثف. تاني حاجه او تالت حاجه في الاختلاف ما بين اللمض الليد العاديه واللمض الاصليه، زي ما انتم شايفين هنا دي بورده بي سي بي عاديه خالص، ما فيش اي مبرد او هيت سينج عليها عشان التبريد. التبريد ليه عامل كبير في طالة عمر الليدات. الليد لما بدرجة حرارته بتعلى بيسحب تيار اعلى، وبالتالي بيتحرق، فهنا مفيش تبريد. طب هنعمل ايه؟ طبعا احنا زي ما قلنا لما هيشتغل ب 95% عشان المقاومة دي هنشيلها ونحط مقاومة اكبر، شغله ب 95% بدل 100%، ده هيخلي الليدات ما تسخنش السخونة اللي كانت بتسخنها في الوضع ده، وبالتالي برضو هنقلل الحرارة، وده هيرجع بالإيجاب على طول عمر اللمبة اللي معانا. تمام؟ طيب هنشوف دلوقتي الشغل العملي تبعهم. ده مكثف 2.2 400 فولت، طبعا نراعي الفولت ان يكون 250 او فوق زي هنا. ده هنلاقيه في حدود 400 فولت تقريبا، 15 مايكرو، 250 فولت. تمام، يبقى احنا المكثف اللي هنجيبه اي قيمة تحت ال 15، يعني لو 4 و7، 2 و2، 10، كله ماشي، المهم الفولت 250 او 400.
انا اللي جاهز عندي حاليا 2.2 400 فولت. طبعا احنا القيمة مش مشكلة، لان احنا هنحط المكثف ده يعني بيساعد مع المكثف اللي موجود اصلا في الدايرة، بس طبعا نراعي انه يكون حجمه صغير عشان ما يحجبش الاضاءة بتاعت الليدات. فدي اول اضافة. تاني اضافة عايزين مقاومة، دي مقاومة 100 اوم، مقاومة 100 اوم 2 واط. هنركبها بدل المقاومة دي، المقاومة دي مكتوب عليها 470 يعني 47 اوم، احنا هنغيرها بواحدة 100. نشوف كده المقاومة دي قيمتها مظبوطة معانا ولا لا. ستة واربعين اوم يعني هي 47 مظبوط زي ما قرناها. طيب نتأكد من المسارات. المسار الاول هنا هنشوف موجب المكثف، المكثف ده الموجب بتاعه نجيب كده على وضع الصفارة، ده موجب المكثف مع المقاومة تمام، وهنا خارج المقاومة دي مع موجب الليد تمام. يبقى احنا كده ماشيين مظبوط. هي المقاومة دي اللي هتتغير، المقاومة دي قلنا تفريغ المكثف، والمقاومة دي تفريغ المكثف السيراميك تمام. نبدأ الشغل العملي كده، تابعونا. تمام كده وصلنا. لازم نتأكد من الاتجاهات سالب بسالب المكثف اللي احنا ركبناه تمام. وهنا الموجب احنا عرفنا المسارات، فشلنا المقاومة الأولى اللي كانت راكبة الأصلية، ووصلنا موجب المكثف بالموجب اللي رايح على أول ليد. نتأكد تاني. ده خارج المقاومة تمام، وادي موجب الليد. تمام كده يبقى احنا ماشيين مظبوط. طيب طبعا اي حد بعد ما يشتغل شغل زي كده واحتياطي يجرب بسيريا، يجرب بلمبة سيريا. لو ما عندكش لمبة سيريا خلاص جرب عادي، بس المهم تكون متأكد من الاتجاهات وكل التوصيلات بتاعتك سليمة ومفيش مكونات لامسة بعضيها. تمام هجيب السيريا دلوقتي ونجربها مع بعض. كده طرفين اللمبة السيريا معانا، وادي اللمبة اللي هنجربها. طلعنا البوردة عشان نشوف الإضاءة بتاعتها. هنوصل سلكة من بره وسلكة في الدويل من جوه ونشوف كده تمام. نشيل السيريا ونشوف في أي سخونة في المقاومة أو أي حاجة تمام، مفيش أي حاجة. الوضع ده يا جماعة كده انت احنا ريحنا الليدات خالص من حيث التنعيم الفولت، ومن حيث التيار اللي داخل قللناه بتزويد المقاومة دي او زيادة المقاومة دي من 47 اوم لمية اوم، والاضاءة ما تأثرتش خالص. كل اللي عملناه ان احنا قللنا الطاقة بتاعت الليد، بدل ما كان شغال بقوة 100% شغلناه ب95%. ده هيفرق كتير في عمر الليد ومش هيفرق كتير في الاضاءة. كده الليد بتاعنا جاهز للتشغيل، وان شاء الله نسيبه دلوقتي 24 ساعة شغال، مش هيكون فيه اي سخونة او اي مشاكل ان شاء الله، وده هيزود من العمر الافتراضي بتاع الليد باذن الله.
تمام. أرجو تكونوا استفدتوا النهاردة من الفيديو ده، وكده لمبة ب15 جنيه هتشتغل إن شاء الله زي اللمبات اللي ب45 وب50 وب60. أرجو الاستفاد من الفيديو، يدعمنا بلايك، واللي لسه ما اشتركش يشرفنا بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان تجيلك كل الإشعارات بالفيديوهات الجديدة.